استاذ مالك؟ مظبوط يا رنا. طب اتفضل. شكرا جدا. والله انا مش عارفه اعزيك ولا اشكرك على اللي انت عملته. الحمد لله. احنا كنا هنكلمك بس قلنا نستنى لما الدنيا تهدى شويه، بس كويس قوي ان انت جيت. تكلموني ليه؟ حضرتك مش جاي عشان حساب استاذه نور والفلوس اللي فيه؟ فلوس ايه؟ انا جاي اسالك على حاجه تانيه. حضرتك جيت تسالني على ايه؟ لا معلش نرجع بس لموضوع الفلوس. فلوس ايه يا فندم؟ استاذه نور في حسابها عندنا 1,000,000 جنيه وكانت موصيه ان هم يكونوا هبه ليك في حاله اي ضرر يحصل لها زي الوفاه مثلا. في كام؟ اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه. واتشت ما تخليش حاجه تفوتك.